في خضم الأحداث التي يمر بها الوطن العربي وبالعراق تحديدا، ورغم أجواء فرض حظر التجوال، نشهد هناك تطورات وأعمار في جميع أرجاء محافظة كربلاء، ومن ضمنها سوق حي العامل العصري، بدل السوق القديم الذي يفتقر إلى أبسط المقومات الصحية للباعة والمتجولين. ناس كسب فرصة عمل ما عندهم، كل شيء ما عندهم عدا هاي العمل هذا مالتهم، جاي مستثمر هنا، رجال مستثمر من الدولة وجابرهم لو شيلون عدي لو أفلشكم. بعلاقاته القوية وعلاقاته هاي كسبة، يعني ينظرون ألف عائلة هنا بسوق حي العام ينظرون. المنطقة كلها عندها محلات وناس كسبة، شباب قاعدة ماكو شغل وعمل، يعني حصل له يوم 5000، تعال نعطينا 250، والله أنا ذبيت المليارات، يقول ويصيحون احنا نشيلكم نفلشكم، الله ما يقبل. المخطط العمراني لمكان السوق القديم هو متنزه، يحتوي على أماكن استراحة للعوائل الكربلائية، وصاحب الاستثمار يسير حسب إجراءات حكومية على حد قوله. الآن هذا المجمع هيئناه تعويض عن السوق اللي مال حي العامل، وهذا السوق حي العامل أنا هم أخذه استئجار من البلدية، مستئجار من البلدية، هذا راح أسويه متنزه وكافتيريا، لأن بالتصميم والتخطيط العمراني هذا خضراء، فما لهم أي علاقة بالسوق ولا أي عندهم ارتباط بالبلدية، أنا الارتباط بالبلدية، أنا المستأجر من البلدية هذا السوق، فهم يدفعون إلي إيجار، وأنا صار 3 أشهر عافيهم من الإيجار لغرض أنه أوفر لهم المكان الجديد. بين مؤيد ومعارض يقع الحمل الأكبر على المواطن الكربلائي الذي يتمنى أن يكون هناك سوق عصرية تلبي حاجته دون أي أمراض أو مشاكل أخرى. إحنا شيلة من هذا المكان ما نشيل، يريد يشوفلات ويفلش على بروسنا خليه يجي، أهلا وسهلا بي، شن اللي عنده إمكانية خليه يسوي، إحنا من هذا مكاننا قطع على هذا الموضوع، ما بي مجوال لا تفاوض ولا هاي. أبو المستثمر الله يرزق إن شاء الله، خلي أجر مليون مليونين بخمس ملايين بدينار شي خصب. العراق دمروه، فوضى سووا العراق، شنو عمي ما يخافون الله أمي؟ ما كنت حكي يعني كل واحد عنده فلوس يروح يسوي يصعد على اكتاف الاخرين. جدل كبير بين سوق متهدم البنى التحتية في محافظة كربلاء وبين سوق حضارية تخدم الكسبة في داخل هذا السوق، سوق حي العامل في المنطقة الأخيرة. لقناة التغيير الفضائية جاسم الهميم، كربلاء.